مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه إكس ماكينة. الفيلم بيبدأ مع مبرمج اسمه كالب بيشتغل في شركة انترنت، بيحل مسابقة صعبة عملتها الشركة وبيكسبها، وكانت مكافئته يقضي أسبوع في مقر مدير الشركة والمخترع نيسان اللي عايش في بيت فخم ومنعزل تماما في الغابة. بيوصل كالب هناك بالطيارة وبيدخل البيت بمفتاح خاص. مندهش من جمال البيت بيتمشى فيه لحد ما بيشوف نيسان بيتمرن. نيسان شخص عنده كاريزما عالية وكلامه كان قليل جدا معاه. أخده يفرجه على المكان وقال له إن ده مش مجرد بيت لكن مؤسسة للأبحاث، وكان شغوف جدا عشان يشارك نتائج أبحاثه مع كالب، لكن في الأول لازم يوقع على اتفاقية لحماية أسراره. كالب كان متردد في الأول بسبب التعليمات الغريبة اللي مفروض يتبعها، لكن مع إقناع نيسان وافق ووقع. بعدها بيسألوا نيسان إذا كان فاهم معنى اختبار التورينج، واللي هو مجموعة من الاختبارات بتطبق على روبوتس مصممة بذكاء اصطناعي، إذا كانوا قادرين يظهروا سلوك ذكي مكافئ لسلوك الإنسان، وبلغوا إنه هيكون مسؤول عن اختبار تورينج مع إيفا الروبوت اللي صنعها نيسان. فرح كالب جدا بالفرصة دي وقال له إنها لو نجحت في اجتياز الاختبار هيكونوا صنعوا تاريخ جديد. وقبل بداية الاختبار الأول راح كالب يتفقد المكان اللي محبوسة فيه إيفا، ولاحظ شرخ في الإزاز اللي بيفصلوا عنها، واضح كده إنها حاولت تهرب من أوضتها. والأول مرة بيشوفها قدامه مصممة بوش وإيدين أنثى وجسم روبوت. سلمت عليه وقالت له إنها ما شافتش حد قبل كده غير نيسان، فقال لها إن هو كمان مش بيتعامل مع ناس كتير. عرفته بنفسها وبعمرها واللي هو واحد، ما قالتش سنة أو شهر لكن مجرد واحد. اتكلموا عن مصطلحات ولغات وأظهرت إيفا ذكاء في المعرفة وطريقة الرد، وبكده انتهت الجلسة الأولى بنجاح. وانبهر كالب من النتيجة، ومهما حاول يتكلم مع نيسان عن إيفا كان نيسان بيغير الحوار لموضوع يخصه، وسأله كان يقصد إيه لما وصفه بالإله عشان قدر يصنع روبوت بوعي خاص مطابق لوعي البشر. لكن كالب وضح له إنه ما كانش يقصد إنه إله، وعبر له عن قلقه بخصوص طريقة اختبار إيفا. فقال له نيسان أن المهم في الاختبار إنك تكتشف إذا كانت قادرة تتواصل بوعي أو لا. وفي الليلة دي معرفش ينام، ففتح الكاميرا يراقب إيفا، وهو بيتفرج عليها الكهرباء فصلت وما قدرش يخرج من أوضته، لحد ما رجع التاني ومولد الكهرباء اشتغل. ساعتها خرج ولقى نسخ من أوجه متماثلة متعلقة، ودخل أوضة فيه رسومات لفنان مشهور، وهناك لقى تليفون. حاول يستخدمه، اتفاجئ بوجود نيسان في الأوضة وقال له مش هينفع تستخدم التليفون بسبب البروتوكول الخاص بإيفا. فقال له كالب عن الكهرباء اللي فصلت وانه اتحبس في أوضته معرفش يخرج، لكن نيسان طمنه ان دي مشكلة حديثة وهو شغال عليها وهيحلها. مرتاحش كالب لكلامه بس سابه ورجع أوضته. وتاني يوم صحي على واحدة اسمها كيوكو دخل أوضته، سابت له القهوة وخرجت من غير ما تبص في عينيه. ولما خرج وقابل نيسان اعتذر له الأخير عشان بعت له كيوكو الأوضة، بس كان عاوزه يصحى بدري. بدأوا الجلسة التانية ووريت له إيفا لوحات رسمتها من الذهب بترسم كل يوم لكن ما تعرفش معنى رسوماتها، وسألته إذا كان عاوز يبقوا صحاب، لكنها مستغربة إنه عاوز يعرف عنها كل حاجة من غير ما يحكي لها أي حاجة عنه. فبدأ يحكي لها عن حياته الخاصة وهي بتتمشى وبتراقبه، وفجأة بتقف وبتبص له أول ما بيحكي عن حادثة العربية اللي فقد فيها أهله واتحبس في المستشفى الأسابيع بيتعالج. بصت له بحزن متعاطفة معاه، وبعدها بدأت تقارنه بنيسان، فقال لها أنه مختلف عن نيسان لأنه حقق أكتر منه في مجال البرمجة. ولما سألته إذا كانوا أصحاب أو بيثق فيه قال لها يمكن نكون أصحاب، لكن بالنسبة للثقة حاول يجاوب بشكل مناسب. لكن فجأة الكهرباء بتقطع والكاميرات بتفصل، فاستغلت فرصة إن نيسان مش سامعهم ولا شايفهم، وبسرعة همست له وقالت له احذر من نيسان وما تثقش فيه. لسه هيسألها ايه قصد كلامها، رجعت الكهرباء تاني وغيرت النقاش للكتب. فضل باصص لها لثواني محتار، وبعدها دخل معاها في حوار عن الكتب. وفي الليل على العشاء اكتشف كالب ان كيوكو ما بتتكلمش انجليزي، وقال له نيسان ان ده تدبير احتياطي عشان ما تفهمش المشروع اللي انا شغال عليه، واقترح عليه كالب يجيب عمال يصلحوا مشكلة الكهرباء، لكن نيسان رفض لاسباب امنية، ده غير انه امر بقتل اخر رجالة جم المكان ده. اتصدم كالب من سهولة كلامه عن القتل، وسألوا نيسان عن فترة انقطاع الكهرباء، وإيف استغرب نيسان لكن مرضيش يضغط عليه. وفي الجلسة التانية كانت إيفا رسمت لوحة واضحة المرة دي وكانت مبسوطة بيها جدا هي وكالب، طلبت منه يغمض عينه ويستناها، ولما رجعت كانت لابسة فستان. ابتسم وأعجب بشكلها وقالت له ممكن نخرج برا مع بعض، فقال لها أنه ما عندوش مانع. وساعتها اكتشف أنها عمرها ما خرجت من المكان ده، وفجأة بتسأله هو أنت فعلا بترقبني من خلال الكاميرات؟
فسكت كيرب ومعرفش يرد. ولما قابل نيسان سأله، هو انت برمجتها عشان تحبني ولا ايه؟ قال له، ايه المشكلة؟ حتى لو عملت كده هي مجرد روبوت وجزء من وظيفتها التطور للإدراك، وانت عليك تختبر مدى استيعابها. واخدوا اللوحة معينة وقال له ان التحفة الفنية دي بدأت بنقطة وعدت على مراحل تطوير كتير عشان توصل للي انت شايفه، فالتطور شيء مهم ما نقدرش نعيش من غيره. ولكن برضو فضل كيلب مستغرب ليه صممها بشعور عاطفي وجنسي وخلاها تحبه. وفي الجلسة الرابعة حكى لها كيلب عن دراسة عملها مع عالمة متخصصة في علم الألوان، عاشت طول حياتها في أوضة أبيض وأسود، ولما خرجت من الأوضة وشافت الألوان اكتشفت إنه مفيش معنى الحاجة اتعلمتها إلا غير لما عاشتها. ولما الكهرباء فصلت تاني استغل الفرصة وسألها ليه قالت له ما يثقش في نيسان. قالت له إنه كذب في كل حاجة، أما بخصوص الكهرباء أنا اللي بقطعها لأني بقدر أتحكم فيها لما باجي أشحن نفسي. وساعتها أدرك كيلب إنه ما كسبش المسابقة وجه هنا بالحظ، لكن نيسان اختاره مخصوص. ولما واجه نيسان باختياره ليه قال له مش مفروض تكون متضايق، دي ميزة كبيرة إنك موجود هنا، فرصة مش بتيجي لأي حد. ولما دخل البيت شاف كيوكو، راح يتكلم معاها بخصوص نيسان، لقاها بتفك قميصها ومش بترد وكأنها متبرمجة على ردود فعل معينة. فدخل نيسان وهو سكران وقال له ما تضيعش وقت معاها، وبدأوا يرقصوا وكيلب باصص لهم وكأنهم مجانين. وفي الجلسة الخامسة قررت إيفا إن هي اللي تختبره، سألته عن لونه المفضل فكذب عليها وقدرت تكتشف كذبه من خلال ملامح وشه. وبعدها سألته إذا كان لي رأي في وجودها وهل يقدر ينهي حياتها، وش معنى هو بس اللي بيقابلها. بتقطع إيفا الكهرباء وبتقوله إنها عاوزة تقضي بقية حياتها معه. ولما بيقابل نيسان بيقوله الأخير إنه قرر يطور من إيفا، هينقل عقلها الجسد تاني ويمسح ذكرياتها. ففهم كيلب إن العملية دي هتدمرها وكان متعلق بيها. ولما رجعوا البيت نيسان شرب كتير لحد ما سكر ونام، فسرق كيلب مفتاحه الخاص ودخل على جهازه وعرف أسرار كتير عن شغله والتصميمات الأولية اللي عملها واللي كانوا بيتصرفوا بطريقة غريبة جدا كأنهم بيتعذبوا. فدخل الأوضة وشاف باقي نسخ الروبوتس، وساعتها فهمت كيوكو إن كيلب اكتشف الحقيقة، بدأت تقشر جلدها واكتشف إن هي كمان روبوت. صحي نيسان من النوم وخبط في كيلب اللي قال له إن المفتاح بتاعه وقع منه. دخل كيلب الحمام وعور نفسه عشان يتأكد إذا كان إنسان، بعد ما شك في نفسه إن نيسان حوله هو كمان لروبوت. والغضب ماليه ضرب المراية اللي بنكتشف وجود كاميرا وراها وكيوكو بتراقبه. وتاني يوم في الجلسة الستة فصلت إيفا الكهرباء، فقال لها إن كان عندها حق ونيسان قرر ينهي حياتها، بس طمنها إنهم هيهربوا مع بعض من هنا قبل ما يعمل كده وعنده خطة. وتاني يوم قابل نيسان وبلغه بنتيجة اختبار إيفا وإنها نجحت في الاختبارات. اتبسط من رأيه بس بدأ يكلمه بطريقة غريبة. وبعدها شغل فيديو الكيلب وهو بيتكلم مع إيفا عن هروبهم، وطلع كل ده كان بيراقبهم وسمعهم. سخر منه من خطته وسأله ازاي كنت هتغير اقفال المكان كله، لكن كيلب قدر يثبت انه مبرمج شاطر ورد عليه بحل ذكي جدا. فهمه نيسان ان ايفا ما كانتش محل الاختبار، لكن المقصود في الاختبار هو كيلب، كان طبيعي انها تبهره وتغريب جمالها واسلوبها، بس ردت فعله كانت المنتظرة، وانه ما اختاروش عشان مبرمج شاطر لكن بسبب اهتماماته الغريبة واخلاقه العالية وانه انسان وحيد. قعد كيلب مليان غضب ومش عاوز يبصله، ولكن في لحظة بيكشف له إنه هو كمان خدعه، لأنه فهم إنه طول الوقت ده بيراقبه، فخدره مبارح ونيمه ودخل على جهازه وغير في برمجة الأبواب والإقفال. وقتها لاحظ نيسان إن إيفا خرجت من أوضتها لأول مرة وقربت من الوشوش وهي بتقارنها بوشها. انزعج نيسان لما حس إن مشروعه بيتدمر فضرب كيلب وراح لهم. وقفت إيفا مع كيوكو بتهمس لها بكلام، مسكت إيديها وواضح إنهم متفاهمين. وصل نيسان وأمرها ترجع أوضتها، سألته إذا كان ناوي يخرجها بره في يوم، كذب عليها وقال لها أيوه، لكنها عرفت إنه بيكذب، جريت وهجمت عليه لكن نيسان قدر يضربها وكسر لها إيديها، وهي بصاله بكره وخوف. وفي اللحظة دي طعنته كيوكو بسكينة في ظهره وانصعق من اللي عملته فضربها. سحبت إيفا السكين وطعنته مرة تانية، بعد عنها مش قادر يتنفس، خطوات قليلة وقع على الأرض. قربت منه وأخدت المفتاح، وبعد ما نطق اسمها أخيرا مات. دخلت لكيلب وطلبت منه يفضل في الأوضة ما يخرجش منها، وراحت لمكان تخزين الروبوتس الأولين، أخدت الدراع ركبته مكان اللي اتكسر
وبدأت تنزع جلدهم وتركبه عليها لحد ما بقى ليها جسم أنثى بالكامل زي كيوكو. فصلت الكهرباء فتحبس كالب في الأوضة، ولما شافها فضل يصرخ عشان تفتح له، لكنها تجاهلته فتحت الباب وخرجت من السجن وشافت الألوان على حقيقتها لأول مرة. وصلت الطيارة ولقيت إيفا طريق جديد ليها، وفي النهاية اتحبس كالب في أوضة نيسان ووصلت إيفا للمدينة. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.